صحيح أنك نفيت في الواقع بأنك يعني تؤيد إنشاء محافل البهائيين والماسونيين، هل هذا صحيح؟ نفيت. لم أتحدث في هذا طيب، على الإطلاق. هل أنت مع هذا التطور، يعني أن ينشأ لهم محافل من باب أن هذا جزء من يعني حقوق المواطن؟ هذا جزء من القيم الأساسية التي يجب أن يتفق عليها المجتمع المصري، والتي يجب أن تقنن في الدستور. عندما ذكرنا أن الأخوان يؤيدون دولة مدنية، لابد أن نقنن هذا. حرية العقيدة، لابد أن تكون هناك نقاش كيف تمارس حرية العقيدة. لا أود أن أعبر عن آرائي الشخصية في هذا المجال الآن، لأني كما ذكرت لست أنا مرشحا، وإنما كما ذكرت لك يا حسن موقفي المبدئي العام هو المساواة التامة لكافة المصريين في الحقوق والواجبات. طيب، أليست تصريحاتك في الواقع عن الدولة المدنية بالذات هي التي جلبت عليك ربما انتقاد الجماعة الإسلامية التي قالت بأن أجندتك لا تمثل أجندة الشعب المصري المسلم، ونضع تحت مسلم كذا نقطة، وبأن أجندتك خارجية بحيث أنك من حيث أنك تكرر الكلام على الاحتقان الطائفي وحقوق الأقليات؟ هذا هو الواقع يا حسن. هناك احتقان طائفي، هناك توتر طائفي، هناك مشاكل جمة، هناك خلاف بين القضاء والمحامين، هناك مشاكل. المجتمع المصري متشرذم. أنا أنظر إلى الواقع ولا أخفي رأسي في الرمل وأقول أن هذه مشاكلنا، يجب أن نعترف بأخطائنا. حتى لو كنت متفق مثلا مع يعني ما يقوله الغربيون عن هذا الموضوع أو القوى الخارجية، مثل وازه يعني الكلام عن الأقليات مثلا كثيرا ما يتكرر. هذه ليست أجندة أجنبية، هذه أجندة. هناك إهانة لنا دائما. نحن في نؤمن بنظرية المؤامرة، القيم الإنسانية، المساواة في الحقوق بين القبطي والمسلم والأسود والأبيض، هذه كلها قيم إنسانية اتفق عليها العالم، ولابد أن نأخذ بها في مصر والعالم العربي. طيب، هذه ليست أجندة أجنبية، هذه قيم إنسانية عالمية مشتركة. طيب.